الجوالات هذه والله مصيبة الآن في هذا الزمان، مصيبة عظيمة جدا، ودخل إلى القلوب، قلوب المؤمنين النقية، دخل إليها من خلال الجوالات أشياء خطيرة جدا وبلاوي جسيمة. وكانت يعني قلوب النقية، كانت قلوب النقية، فلوثها الجوال شيء عجب، خاصة الجوالات التي تسمى الذكية. والذكاء بدون زكاء يعد بلاء، الذكاء بدون زكاء يعد بلاء ومضرة على الإنسان. الإنسان الذكي غاية الذكاء إذا لم يكن عنده زكاء يكون آفة على المجتمع الذي هو فيه ومضرة عليه. وهذه الأجهزة مع ما فيها من لوث كثير جدا أصبحت في أيدي الغافلين، قليل الإيمان، قليل الطاعة والعبادة، قليل العلم، فأصبحت تصب في قلوبهم أمور صبا وتملأها ملأا بأشياء يعني خطيرة جدا، فأمرضت وخلخلت القلوب وأوهت الإيمان وأضعفت اليقين وسببت أضرار كثيرة. ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وإذا كان يخلو بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه، فليعلم أن رب العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى، وليتق الله جل وعلا، وليحافظ على سلامة قلبه. إذا كنا مر علينا في الحديث النكتة السوداء، بالله عليكم أخبروني كم هي النكتة السوداء التي أدخلت هذه الجوالات إلى القلوب. كنا نتحدث قبل قليل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النكتة السوداء كلما زاد زادت، كم هي النكتة التي دخلت هذه الأجهزة ببرامجها من نكت سوداء على كثير من القلوب. بعض الناس ليس فقط نكتة سوداء، بعضهم تحول من الدين، ارتد بسبب الجوالات، وبعضهم دخل في أهواء وأدواء ومصائب عظام. إلى متى الإنسان ينساق مع وراء برامجها المعطبة المهلكة؟ فيجب على الإنسان أن يضع لنفسه حاجزا يحول بينه وبين ما فيها من المهالك، ويتق الله سبحانه وتعالى، ما ينساق مع هذه الأجهزة حتى توصل به إلى وتفضي به إلى الهلكة والعياذ بالله. نعم.